بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدي اشكر كل رجال الاعمال في مصر الشقيقه في جمهوريه العراق لوجودهم في هذا اليوم في هذا الظرف والتحديات. اسمح لي ان ابدا كلمتي بالترحيب بدوله رئيس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهوريه مصر العربيه. وانا سعيد بحضور رجال اعمال ومستثمرين عراقيين ومصريين رغم الظروف الصعبه والتواق أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقي في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر وتوسيع نطاق الفرص التجارية والصناعية والاستثمار رجال أعمال بين بلدينا. نعم، نحن في العراق نولي أهمية كبرى لتطوير المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، ولقد كشفت لنا الأزمة المالية الأخيرة حجم الخلل الكبير الذي كان يمكن تجنبه لو استطاعت الدولة العراقية أن ترعى وتدعم نشوء تطور بيئة الأعمال ورجال الأعمال. نعم، تعرض رجال الأعمال إلى ظلم كبير عندما حرموا من فرص حقيقية في المساهمة في بناء بلدهم. هذا الخلل الكبير اللي يمكن تجنبه لو استطاعت الدولة أن ترعى مشاريعكم وتوفر الدعم ونشاط شركات القطاع الخاص، لكن يؤسفني نقول أن الاعتماد الشديد على النفط وبناء مجمل عمل اقتصادي على تصدير النفط وتوزيع عوائد جعلها أسير تقلبات السوق وأسير الوضع السياسي. ومواجهة أزمة خطيرة جدا أحد أسبابها هو التضخم المفرط في القطاع العام. اعتماد الدولة على القطاع العام أدى إلى ضعف في القطاع الخاص الذي هو يمكن أن يبني الدولة في الأنظمة الديمقراطية وفي السوق الحر. وضعف القطاع الخاص مع الأسف الشديد الذي كان يمكن أن يسد جزء مهم من الفجوة عبر توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي ومن الركود. وتحدثنا عن قطاع خاص منتج وليس قطاع خاص مستورد. الشيء الجيد أن سبب هذه الأزمة أصبح هناك إدراك واسع لأهمية الإصلاح البنيوي للاقتصاد العراقي وتوسيع القطاع الخاص وتقديم الدعم له لكي يدخل الكفاءة الحقيقي في مشاريع التنمية والبناء وفي نشاط السوق المحلية. وقد قدمت الحكومة ورقة بيضاء التي صوتت عليها الحكومة هي خارطة طريق واضحة بها اتجاه أن يأخذ القطاع الخاص دورة الحقيقي في بناء العراق الجديد. علينا هنا أن نستفيد من التجربة المصرية التي هي ظروفها قريبة لظروفنا في العراق وفيها تحديات كبيرة تشبه تحدياتنا، ولكن مصر نجحت بعبور هذه التحديات. كيفية نستفاد من هذه التجربة بالتعاون بين رجال الأعمال العراقيين وشقائهم وأخوانهم المصريين، حيث سبقت مصر في مجال إصلاح الاقتصاد المالي الهيكلي تنظيم الجانب الهيكلي الإداري والقانوني في بناء الدولة، وتمكنت من تجديد البنى الاقتصادية لدولة مصر. نحن نعتبر مصر من أبرز شركائنا التجاريين الذي ربطنا بهم تاريخ طويل من التعاون، ونسعى إلى إدامته وكسب هذا الزخم الكبير لصالح مصر والعراق. نحن سعداء اليوم جدا باستضافة منتدى رجال ونساء الأعمال العراقي المصري على هامش اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية، وسيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات. وقع اليوم أكثر من 13 مذكرة تفاهم، وهذه اللجنة العراقية المشتركة سوف تعمل على توقيع مجموعة أخرى من الاتفاقيات في مجالات النقل والصحة والكهرباء وفي مختلف المجالات العلمية والفنية والاقتصادية، فضلا عن التعاون السياسي والتنسيق بين البلدين. نؤكد على أهمية التعاون في مختلف النشاطات الاقتصادية والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، ومن هنا ندعو الشركات المصرية للدخول في مجالات إعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات تنظيم داعش الإرهابية، لأن تملكها للشركة من خبرات كبيرة في قطاعات كالبناء والتشييد والطرق والجسور والنفط والغاز. رسالتنا الأساسية هو أننا ملتزمون بتطوير الشراكة العراقية المصرية، ونحن جادون بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق
وتدير الصعوبات أمام قدوم الشركات المصرية للعراق، كما نتمنى على الجانب المصري أن يسهل دخول رجال الأعمال العراقيين إلى مصر وإقامة الشراكات بينهم وبين ضرائبهم المصريين، ونعتقد ذلك سينتج ربحا مشتركا لكلا البلدين. مصر بالنسبة لنا هي شريك اقتصادي وشريك سياسي بالغ الأهمية، وهناك الكثير يمكننا العمل على أن نعمله معا لمواجهة التحديات المشتركة. وشخصيا لمست من الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصا كبيرا ومشجع النهوض بشراكتنا والالتفاف للتنمية التي نحتاجها منطقة لأجل الاستقرار والاستقرار. مرة ثانية سعيد باللقاء بكم ورجال الأعمال المصريين والعراقيين، وسعيد باللقاء الوفد المصري برئاسة رئيس وزراء الدكتور مدبولي رغم الظروف الصعبة، وأطلع على أرى رجال الأعمال المصريين يعودون بحوية وبقوة للعراق، وأرى زملائهم العراقيين يرجعون القاهرة ولا مصر الحبيبة والبحث عن شراكات حقيقية. أعرف رجال الأعمال العراقيين أكثر من غيرهم يعرفون حجم التحديات والمشاكل التي عانيتم منها، مرة بسبب الفساد ومرة بسبب البيروقراطية. وتعرفون احنا قمنا بحملة لمحاربة الفساد. البعض اعتقد هذه الحملة قد تكون طاردة للاستثمار، بالعكس هذه الحملة هي حماية المستثمر العراقي وغير العراقي. أنا أعرف بعض رجال الأعمال يضطرون للخضوع لبعض الضغوط، أنا قلت لكم باب مكتبي مفتوح لأي ضغوط، هذا مال الله منحها لكم، من حقكم تحافظون عليه وأنا مسؤول عن حمايتها، ومن غير حق لأي طرف بالدولة العراقية أن يحاول يبتز أي طرف رجال الأعمال كان مصري أو عراقي أو أجنبي. رجاءً أبواب مكتب موجود لتدليل كل عقبات أمام المستثمرين المصريين العراقيين. هذه نقطة تحول كبيرة، مصر عزيزة علينا جميعا. أنا أتذكر دائما نقول في العراق، قلت قبل شوي رئيس وزراء مصر الوفد المصري، مصر تكتب والعراق يقرأ. الروابط التاريخية، الظروف الاجتماعية مش شابة، يجب أن نبحث عن فرصة لزيادة هذا الاستثمار مع شركاء مصريين. أنا أجيب نموذج آخر، سنغافورة دولة ناجحة، أنا استغرب من سنغافورة تحكي عن تجربتها تقول أول دولة طلبت منها الدعم مصر في الستينيات. فمن غير ما أقول مصر الشقيقة اللي بعدها، من استفاد من تجربة نجاح في مصر. العراق يمتلك تاريخ طويل، يمتلك تركة كبيرة، ولكن سوء الإدارة، ظروف السياسية أدت إلى ظروف صعبة. العراق أعتقد يستطيع أن يستعيد عافيته وقوته في المنطقة ويكون يلعب دور كبير، ويجب أن نحول تجربة فشل إلى تجربة ناجحة وتحول إلى أيقونة يحتذي بها بعض الدول. مرة ثانية أشكر الوفد المصري، أشكر الدكتور مدبولي مجيء لبغداد وتحمل أعباء السفر. شكرا جزيلا.